ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القبض مساء أمس الاثنين على أستاذ التعليم الابتدائي في سن 26 من عمره، بعد تحريضه على ارتكاب جرائم في حق سائحات بلجيكيات من خلال تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الأستاذ، والذي تم بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم بمدينة القصر الكبير عقب نشره لتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات بلجيكيات يقومن بأعمال تطوعية. وأضاف ذات المصدر بأن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال في ملكية الشخص الموقوف يشتبه في استخدامهما في نشر التدوين التي تتضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف. وذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحرس النظري على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف على جميع وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة دوافعها وخلفيتها. وكانت مجموعة من السائحات الشابات البلجيكية قد تطوعن لترميم مسلك طرقي بأحد الدواوير النائية بإقليم تارودانت، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهرن فيها وهن يعملن فوق إحدى الشاحنات ويقمن بترصيص الأحجار لترميم المسلك الطرقي، وفي صورة أخرى وهن بصدد إتمام أشغال الطابلات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.